يعني أتمنى أن يكون هذا التصريح يعني معنيا بعباراته التي قال بها السيد نائب رئيس مجلس السيادة، وهو أن الإجراءات التصحيحية بالتأكيد فشلت، وهي ليست إجراءات تصحيحية بالتأكيد، بل انقلاب كما وصفه الشارع منذ البداية. وسيد داغلو ليست هذه هي المرة الأولى التي يصرح فيها بفشل هذه الإجراءات، ولكن لكثير من المقربين وخصوصا الإخوة في قوى الحرية والتغيير يقول لهم دائما أنكم شركاء في كل الخطوات التي جرت منذ بداية التحول في 18 ديسمبر 2018، ولكن الفارق في أن ما جرى في 25 أكتوبر نتحمله نحن العسكريون. هذا تصريح يعني ليس جديدا، ولكن لم يكن معلنا بهذه الصورة الواضحة. هل يمكن أن نفسر؟